صافي. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى في البث المباشر من بوسكورة ومن قلب بيت اليوتيوبر سارة اللي خلقات واحد الضجة بعد وفاة قبل وفاة أم السعدية وبعد وفاة أم السعدية وملي كانت باركة مع أم السعدية، حيت أصلا سارة ما كان كيعرفها حتى شي واحد، ما كانت عندها لا قناة لا والو، حتى تلاقات أم السعدية وبعد ستة أشهر دارت واحد الفيديو نظن شي ناس طلبوها قالوا لي علاش ما ديريش لنا واحد القناة أنت أم السعدية تضحك ديك السيدة وكذا وهادي. من بعد الوفاة وقعت واحد الضجة بسبب واحد الفيديو اللي دار لايف دارته سارة، واللي بقاو المغاربة تيقولوا بعض التعليقات ما كانش خصها تصورها، وحنا تنعرفوا الحرمة ديال الموت بطبيعة الحال والميت عنده حرمة. جينا عند سارة تكلمات لدرجة أنها جاها انهيار وجاها إغماء وبدات كترد لأنها فعلا داك الشيء ضرها بزاف. ومعنا اليوتيوبر سامية واللي معروفة في القناة ديالها سامية عتيق، واللي غادي تشرح لينا شنو واقع. دابا صاحب اليوتيوب تتعرفوا هذا الشيء. السلام عليكم. اول حاجه بعدا غنقول واحد الكلمه حق، ساره انسانه بعدا طيبه. شحال وليتي تتعرفيها؟ دابا تقريبا كنعرفها انا، مش حال كنت كنتفرج فيها، ودابا تقريبا شي عام وانا كنهضر معاها. عام وكتجي ماشي شي حاجه سهله، ماشي شي حاجه سهله، يعني عام ماشي شي وقت هين. غير خليها. اول حاجه بالنسبه لامي السعديه كانت واكله شاربه، كانت كتحيد ساره من راسها وكتعطي لامي السعديه. انا ما عمرني في حياتي شفت امي السعديه مسخه ولا ما مبدلاش، وشفتوا بان امي السعديه هي مسكينه كتموت وكتدعي مع ساره، وكانت بانها مكرفسه عليها ولا شي حاجه ما غاديش تدعي معاها، وهي في اللحظات الاخيره ديال عمرها ديال الموت ديالها. اللي غادي نقول الله يهدي شي وحدين خارجين كيهضروا، كنقول حسبي الله ونعم الوكيل. يعني فين كنتوا ديك الساعه ملي كانت السيده كتموت؟ يعني ساره مسكينه كانت كتناشد كتقول لكم في اللايف يعني السعديه راه ما عرفتش واش كتموت ولا ما كتموتش. يعني امي السعديه ديك الساعه هي كانت كتموت وهي دايره ساره اللايف، وكانت كتقول لهم ما تلفت ما عرفتش شنو غادي نقول، والله جيبوا لي المدينه دايره لها الليمون هنا. يعني ما كانتش عارفه، ما كانتش عارفه واش كتموت ولا ما كانتش كتموت. يعني امي ساره كانت دائما كتدير متيقه بان امي السعديه غتموت. كانت دائما كدير اللايف ساره، واصلا ساره ما عرفتش شنو نقول في خبرك تلفت. ضرك الحال ملي شفتي ديك الانتقادات اللي دارت ليها؟ صراحه حيت انا عايشه مع ساره وشفتها مسكينه دائما كنهضر معاها في التليفون. شكون كان كيجي يسول في ساره في امي السعديه فاش كانت؟ عمر شي عائله بانت لها؟ لا صراحه ما شي واحد جا صرف على امي السعديه وهزها من عندها. واحد ساره هي اللي كانت كتصرف على امي السعديه والله. يعني ساره بعض المرات ما كيكون عندها مسكينه حتى شي درهم، ما نكذبش ما كيكون عندها حتى شي درهم، ولكن هي كيقولوا الناس راه ما عرفتش شحال كتدخل اموال طائله من هذا اليوم. لا لا والله ما كتخلص. الناس واخدين واحد الفكره ديال ان ساره ما عرفتش شحال كتدخل، مع العلم انها كانت اتصلت بنا مؤخرا كتقول لي فاطمه الزهراء طاحت لي القناه وطاحوا لي المشاهدات، راه ما بقيت كندخل حتى شي حاجه. لا ما كتدخلش صراحه، هذه شهاده غنقولها ما كتدخلش من القناه. يعني شفتي المشاهده ديالها قليله بزاف، ويعني قليل واحد غيدير بحال هذا الخير هذا. يعني تشدي واحد الانسانه كبيره وتجلس معاه وتجلس معاك في الدار هكا اربع سنين وكدير لها ليكوش، ويعني الحمد لله ساره كاسبه الجنه، كاسبه الجنه ديالها. يعني بغض النظر على الانتقادات غير باش نكون واضحين، قربي حدايا ساميه البارح في الجنازه فعلا، لان داك الشيء كألمنا. السيده مسكينه في الجنازه النعش لو ما كاينوش الزملاء الصحفيين اللي هزوها هبطوها، ما كناش غنلقاو شكون اللي هبط المراه من الدروش. راه الجنازه تبعوها غير العيالات، راه ما كانوش الرجال، راه كان الاب ديال ساره وكان بات وليداتها اللي كنبغيو نشكرهم من هذا المنبر. يعني هو بات ولاد ساره، ربما هو طليقها ما عنده حتى شي ربح، ما عنده حتى شي ربح، وبات ساره ما عنده حتى شي ربح، ما عندهمش قناه غيطلعوها ولا غادي يصوروها وهي نازله ولا. هاد الناس داروا واحد الاجر اللي هو اجر كبير، وصلوا هذيك المراه حتى للقبر ديالها، ديك المرأة اللي كان ممكن أننا نلقاوها جثة متحللة في مكان ما متشردة، لو الوقت اللي تلاقات بها سارة ما داتهاش كانت المرأة غتبقى مسكينة كدور. وهادو راه حالات كنصورهم يوميا، ما كنلقاوش مساكن حتى دار العجزة فين يمشيو. راه السيدة مؤخرا كنا تلاقينا بها سمحت في دارها وهربت من ذاك الجحيم اللي معيشاها فيه بنتها، بنت كرشها، مرأة قدها قد أم السعدية هزات راسها وخرجات وبركات في واحد التروطوار تديز واحد المراه وقالت لها جي دخلي معايا امي انتي. وراني كنت قلت في اللايف بان هذه السيده ذكرتني بساره، ولكن للاسف جاو عائلتها لان ديك عائلتها وداوها. ساره لو ما داتش ديك المراه ولو كانت كتكرفص عليها المراه راه غتخرج وغتقول امي السعديه معدومه.
لا لا وكانت كتعرض ل كتجي عندي مستعدي كنقول لها بقي معايا كتقول لي لا مشي مع ساره، ساره بنتي ما نقدرش نفوتها غنبقى معاها حتى نموت. شحال من يوتيوبر كان باغي ياخذها كاع ويبركها عنده كيصحابها مثلا هي اللي كدير دوك المشاهدات وداك الشيء، ولكن هي كانت كترفض رفضا قاطعا انها تجلس مع ام السعديه من راس في الراس وهضرت معاها وكنحاول بانني نقول لها بحال هكا واش يعني كتضربك ولا زعما كتفصع عليك كتقول لي كتسمعي هذاك الشيء اللي كنسمع كتقول لي لا بالعكس السيده مهليه فيا ونبقى معاها حتى نموت. يعني كما قلت لك شوفي السيده كتموت وكيفاش كتدعي معاك وكانت السيده يعني خايبه راه غادي تقول شي كلمه يعني في حقها خايبه وغادي تموت فهمتي؟ تماما. واللي كيهضر خلي في اللحظات الاخيره راه الانسان ديك الساعه كينطق تيقول لي كاين. اه صراحه واحد اللي كيموت ديك الساعه راه صافي راه كنتي معديه عليها راه غتقول لك اللي كاين، الا كنتي دايره فيها الخير غتقول لك اللي كاين. راه هي دعات معاه بواحد الدعوه ديال الخير. شنو الدعوه اللي دعات معاه؟ قالت لها الاولى فيك والثانيه فيك والثالثه فيك وكتدعي معاها ديال الرضا. زعما ديال الرضا ديال الرضا ديال الرضا. يعني دوك الانتقادات اللي دارت الفيديو ساره ما كانتش كتظن ان هذاك الوقت كتموت. ساره قالت بان كيف ما كتشارك معاهم جميع اللحظات ديال حياتها بغات تشارك معاهم لحظات المرض ديالها. ساره يوميا كدير اللايف هي مسكينه في تيك توك، يوميا كدير اللايف في تيك توك. يعني هي ما كانتش مستعديه عارفه واش غتموت ولا ما غاديش تموت، هي مسكينه كتخلق الجو هكا مع الناس بحال هكا باش تنسى الالام اللي دايز عليها. كتشوف مستعديه مسكينه مريضه داكشي علاش كنت عارفه غادي تموت راه ما غاديش تلقى ديك الساعه اللايف. وبالنسبه الناس اللي كانوا كيصوروا ديك الجنازه راه ماشي هي اللي كانت، هي مسكينه راه كانت ليها تليفوناتها وانا اللي كنت شادهم ليها وكتغوت مسكينه راه جاها بحال انهيار. دابا ربي اللي عالم بها باقي دابا مصدومه. دابا واحد العام صدومه ناضت في الصباح هي طاحت ومشات ليها كتقول هذه هي بلاصه سمي وكتغوت مسكينه راه ماشي ساهله عليها. يعني ملي ما كانوش لا كاميرات ديك الساعه لا والو هي كتقول لك هذه بلاصه سمي هذه بلاصه سمي وطايحه وكتغوت. دابا شنو الرساله ديالك اللي طلبت بحكم انك انت يوتيوبرز انت والزوج ديالك عندكم واحد المحتوى في القناه كتبقاو ديروا بعدا كاين هذاك الشيء اللي كديروا بعدا في القناه شو صح ولا برانكات؟ لا بصح صراحه انت والزوج ديالك داك الشيء اللي كديروا هكا سعيد لا ما عندنا عيش نكتبوا بعض المرات كتكون واخا لا داكشي اللي كدير انت والزوج ديالك صحيح ماشي صحيح ما كاين لا ماشي برانك العصا اللي كيعطيك وداكشي يعني بحال تيهيت عليا ماشي كيزرق ليا عينيا ولا كي هو اصلا معصب ولكن ظريف ظريف. وانت ديك الهضره اللي كتقولي ليه بصح ولا كتبغي تستفزي بحال هكا ما كيكونش مقلب ولكن خصني ضروري نستفزو. اذا كديري مقالب؟ تندير مقالب. هو ما تيكونش عارفهم؟ لا ما تيكون بعض المرات كيعيق بيا ولكن ما كنلوحوهمش. ولكن ما عاقش بك كتلوحي؟ اه كنلوح. وبعض المرات ديك الكلام اللي كتقولي للزوج ديالك حقيقي كتبغي تستفزي به ولا حقيقي؟ ضروري باش هادو داروا لي يصدق لا ماشي زعما تبعوني في الصحه باش يصدق المقلب وصافي باش نعصبوا وصافي. ولكن هذيك الهضره ما تتقالش اسامي وانت دابا الحقيقه ديالك راه عكس ياكي عكس اليوتيوب. حقيقتك راه عكس اليوتيوب داكشي اللي كنشوفو في اليوتيوب راه ما عندو حتى علاقه. راه واحد الانسان خجوله عندك وليد ياك؟ عندي وليد وبنيه. وليد وبنيه دابا الهضره ما نجبدوش معك دابا حيت هذا ماشي وقتها هذا وقت ديال الجنازه غادي نديروا لقاء ان شاء الله انت وعتيق. مرحبا سميره واحد الانسان غزيوله واحد وليد عنده واحد خيخيشه الله يخليه ليك. شكرا لك ليكم والدار بارك الله تبارك الله عليك ربي يخليك بارك الله. شكرا ليك ساميه شكرا. اذا مشاهدينا كما ختم معكم هذا البث المباشر وغنتلاقاو بكم في بث اخر باذن الله.